السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بقى بصحه يا رب. ان شاء الله اليوم غنديروا واحد الحليوه اللي بسيطه في المقادير وكتجي زوينه بزاف كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها، كتجي مخيره. تابعوا معايا مراحل التحضير. غادي نبداو على بركه الله حبيباتي. عندي هنا واحد 100 غرام ديال الزبده ديال العبار ولا مقدور ولا ليليا، هاد الجوج صراحه عندهم واحد لوغو زوين. وعندي هنا 100 غرام سنيده غنخدمهم بجوج، وعندي واحد بيضه وحده، وعندي حامضه وقشورها. حكيت الحامضه خديت القشور ديالها وخديت العصير ديال الحامضه. وعندي خماره وحده، وعندي ربعه ديال الطحين، ربعه ديال الفورص، يعني جوج كيسانهم ستيل عندها. غنخدم حد الزبده مزيان الميكسور، ما تكونش دايبه، تكون هكا قاصحه، ونخدموها بيدينا ولا بميكسور. انا غنخدمها ونرجع معكم ان شاء الله. غادي نزيد هذيك البيضه، نخلطها مزيان، ونزيد هذيك الحامضه اللي عصرنا هي القشور ديالها. دابا غادي نزيد الطحين، جوج كيسان ونص، نشوفو الا خص غادي نزيدو. صافي دابا غادي نخلط بيدي، وغادي ندير خماره خماره بسم الله، ونبدا نخلط. الى خص الديك نزيدو، حيت البيض بعض المرات تيكون صغير بعض المرات تيكون كبير على حسب. والحامضه حتى هي هكاك، المهم نديرو حامضه متوسطه، ماشي صغيره ماشي كبيره بزاف. بينا غنزيد غير شويه، هاد العجينه ما خصهاش تكون مرخوفه بزاف، ما تكونش قاصحه في الديك بزاف. جافات الدقيق كتير ما غتجيكمش رطبه، غتجيكم قاصحه، وهي راه كتجي هشيشه وزوينه بزاف كاع. تقريبا كاملاش نص كاس، وغادي تقريبا نص ربع، وغنشوف هادي راه ما كتخرجش بزاف، غير هكا واحد الدوازات تاع 3 ايام هكا. ولا بغينا نوجدو شي طبيس يجي عندنا شي حد كتوجد باغي، وفي نفس الوقت حلوه راقيه وزوينه. صافي يعني درت ثلاثه الكيسان لاروب. صافي غنحي، غادي نحيد هاد العجينه من يدي، نرجع معكم باش نكورها ان شاء الله. انا بديت كنكور كما كتشوفوا، وغنديرها. خديت جوج طبيس تلات، واحد فيه سنيده واحد فيه سكر كلاصي. غندوزوها في سنيده هي الاولى، وعاد غادي ندوزوها في السكر كلاصي. هاد الخطوه مهمه، علاش؟ لان السكر كلاصي كيجي شاد على الحلوه ملي كندوزوها في السنيده هي الاولى، وكتجي فيه واحد القرمشه زوينه كتجي في هاد الحلوه صراحه، كتجي بنينه بزاف. وغنديروها متباعده، نديرو الحلوه متباعده حيت كتشتت واحد شويه، والطياب ديالها غيكون هو طياب بحال غنطيبو البهله. غيكون الفران سخون ونشعلو عليها الفوق تتشقق، عاد نشعلو على التحت، والطياب ديالها ما تيكونش كتحمرش هاد الحلوه بحال بحال الصابلي، شفتو؟ نديروها هكا متباعده. وما انا غنكمل هاد الكميه، كتعطيني هاد اللاطه، هاد اللاطه كتعطي عليا عامره، ونرجع معكم ان شاء الله. هادي غريبه انا كملتها، غنديرها طيب ونرجع معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كتجي زوينه بزاف وما تحمروهاش بحال هادي، هي طيابها راه كيجي صفر بحال هكا، وكتجي لذيذه 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 بزاف. ما نقولش لكم على المذاق ديالها، واحد الوحيده حليتها تجي رطبه رطبه بزاف. كنتمنى تعجبكم هذه الحليوه ديال اليوم اللي اقتصاديه، وكما العاده اللي عجبتكم ما تنساوش من بلاصتكم. خليت لكم الراحه وفي امان الله.